السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة أيتها الأخوات، ونحن في هذا اليوم من أيام شهر رمضان في كلية إسلامية، حيث انتهينا من المحاضرة الثانية في هذه الكلية حول الحب في القرآن الكريم، هي الكلية التي مضى عليها 5 سنوات، وهي في عطاء مستمر للمسلمين وللإسلام، وهي أيضا في تعليم بالمستوى العالي والمطلوب بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه البيئة التي يعيشونها في هذه البلاد. وأحرى بنا أيها الإخوة أيتها الأخوات أن نكون مع الإخوة القائمين بهذه الكلية بكل ما في الكلمة من معنى، سواء في الجوانب العلمية أو في الجوانب المادية أو في الجوانب المعنوية. وبارك الله لكل من يساهم في نشر الإسلام، وهذه الكلية هي كلية في الحقيقة للعلوم الإسلامية، ولكن بعدها إنما في نشر هذا الإسلام الصحيح، الإسلام المشرق، الإسلام المضيء، الإسلام الذي يدل على هذه المبادئ الإنسانية التي يدعو إليها كتاب الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم جميعا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وأسأل الله أن ألتقي بكم وأنتم تدعمون هذه الكلية من كل جوانبها بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.